هاي جايز، شلونكم؟ بكلمكم بموضوع صار لي يومين، وصراحة ما توقعت ان لهالدرجة بيكبر الموضوع وبيصير ترند بتويتر بالكويت. انا قبل كم يوم رحت محل في فرو. قبل اتكلم عن هذا الموضوع بقول لكم ان اي شخص عنده نصيحة، اي شخص يبي يقنعني بشيء، انت ما راح تقدر تقنعني باسلوب خايس، ما راح تقدر تقنعني بسب، ما راح تقدر تقنعني بكومنتات خايسة ولا بهاشتاج خايسة. انا كانسان تفكيري ما راح اقتنع بفكرتك بهذا الاسلوب. عموما دخلوا علي ناس واهلي ولويا، طبعا اهلي انا اللي كلموني على موضوع الفرو. انا بنت احب اللبس واحب الفاشن واحب اشوف شيء حلو. انا لما شفت المحل مال الفرو اللي رحت له، اولا ابدا ما كان اعلان ولا استلمت فلس واحد ولا خذيت اي قطع من المحل اصلا ليومكم. دخلنا احنا انا والبنات وشرينا، مو شرينا يعني، كنا بنشتري على اساس حق سفره لندن. انا ما شريت شيء، وراعي المحل احنا نعرفه ونزلنا له كذي عنه يعني بزنس، نزلنا له اعلان ولا استلمت ولا فلس ولا كان اعلان، يعني كنا بس قاعد نصورنا انا صادفنا هناك بنفس المكان. عموما انا نفس ما قلت الاسلوب حق الناس اللي هم مع حقوق الحيوان، انا اوريدي اتفهم واتاسف اذا انا هنت اي احد او زعلت اي احد، لان ابدا هذه ما كانت نيتي ولا كنت ابي ان يعني اروج حق شيء او اتكلم عن شيء يسيء او يؤذي اي انسان حيوان او روح عايشه. انا انصدمت من الكومنتات، يعني انا عندي انا معاكم 3 سنين، المفروض انه يكون في تفاهم حلو، اسلوب حلو، كومنتات حلوه، لكن الناس دائما تحب تمسك موقف وتكبره لاكبر. فاتمنى من كل انسان، يعني مثلا الناس اللي ضد الفرو، بدل لا تكتبون السب والهاشتاجات ولويا اللي قاعده تصير، انا اللي قنعني وقنع مخي وعقلي وتفكيري، لان انا عند انسان عندي قلب. لما الناس دشوا علي وقاعد ينصحوني، منهم اهلي، ترى شوف الفوز، هذا الفيديو مو حلو، هذا الفيديو شوف شلون يعذبون الحيوان، وانت ترى مو حلوه بحقك كذي تسوين او تتكلمين او تقنعين احد انه يسوي كذي. هذا الشيء اللي اقنعني واقنع مخي ان انا اعتذر حق الناس اللي زعلوا مني، مو من الناس اللي دشوا سبوني وما ادري شنو مع الخليه شقرة، حتى تلقى هو اصلا ما يدري شنو عن الموضوع، بس لانه داشين مسوين لويا على وحده دش معه. واتمنى اعرف ان انا بعد قمت اشوف استغربت بعد من هذا الهجوم، مع ان انا فاهمه ليش السبب ليش ومقتنعه فيه، بس اتمنى ان هم يعني احنا وايد ناس نشوفهم ما شفتهم يلبسون فرو، ما شفت احد تهجم عليهم وتكلم عليهم بهالطريقه، اسوي لهم هاشتاج وترند بتويتر بالكويت، ما شفت انا هذا اللي ضايقني. بس فانا شفت فيديوهات صراحه عورت قلبي، وانا للامانه ترى اصلا انا مو وايد متثقفه بهالموضوع، ولا ادري شنو طريقة ولا أدري شنو الموضوع ولا أدري شلون يسوون، يعني أنا بس كنت أدري إن أكيد ما أدري أنا شنو، بس يوم بحثت عدل وقريت عدل، وصلي يومين أصلا على هذا الموضوع قريت وشفت إن فعلا الحيوانات تتعذب، وأنا صراحة عبالي إن ينشال وهم يعني ما يحسون، يعني يكونون already gone يعني، بس شفت التعذيب وشفت الأفلام وشفت اللوية اللي صارت، وقريت عنه الدوكيومنتري، صار مو قريت، شفت أونلاين دوكيومنتري عن هذا الموضوع، وصراحة ضايقني حيل، ووايد وايد شيء وحشي اللي شفته، وايد مو حلو أبدا، ما يعني ما حبيت المنظر اللي أنا شفته، واللي أشوفه أنا بالمحل اللي أنا كنت أشوفه حلو وشكله كلاسي وحلو، طريقته بالصج كانت وايد واع. فعقب ما شفت هذه الفيديوهات وعقب ما قريت وشفت أونلاين شلون طريقة وشنو هذا الاندستري، عورني قبل وقمت، وعلى بس حبيت أفهم الناس اللي زعلتهم، أولا آسفة أني ضايقتكم بموضوع كذي، وثانيا أبدا ما كان نيتي أنا أسوي إعلان ولا أني استلمت فلوس على هالإعلان، أو لو إعلان راح أقول يعني خلاص. ثالثا المفروض الناس، انا هذا اللي قريته وشفته، واذا فعلا هذا هو كذي طريقه ان الناس شلون تحصل على الفرو، صدق المفروض الناس تقطع هالشيء، لان انا الناس اللي تذكرني ان انا قبل سنتين تكلمت عن هذا الموضوع، بس اجين ما كنت فاهمه الموضوع 100% وما كنت متثقفه بالديتيلز والتفاصيل من هذا الموضوع. ف اتمنى انك تطوفوا لي اياها،
ترى يعني ما كان قصدي، ولا ان انا كل يوم لابست لكم فر وطالعه وشفت فأجن اسف حق كل شخص ضايق او حس ان انا يمكن انا ما تمني هذه الامور. انا يعني حقوق الحيوان خاصه احنا ما ادري شلون، يمكن انا الحين كني متناقضه شوي، يعني عندي كلاب، كان عندنا انواع من الحيوانات، ولا ودي اني اشوف احد يؤذي الكلب مثلا، خلوا ان الفرو او قطوه وكذا، الفيديوهات تضايقني بس ما عدى فكري اكثر من كذي، لان عمرنا ما شفنا ان يلبس كذي وكذي وكذي. فقريت عن وايد اشياء، قريت عن الجلد، قريت عن الفرو، وفعلا شيء ضيق الخلق، وما كنت ادري بتفاصيل كذي لهالدرجه. يعني كنت اشوف فيديوهات اقول ان هذا يمكن فيديو خايس وانتشر، بس فعلا طريقته وايد وايد مو حلوه. فكل احد ان شاء الله يشوف هذا الفيديو يفهم ان انا ابدا ما كان قصدي، ان انا مع ان الواحد يعذب اي انسان او اي حيوان او اي روح عايشه على هالدنيا، لانه فعلا حرام حرام حرام. واجن كل يتابعني ويعرفني زين ويعرف فوز شنو ويتابعني من سنين راح يدري ان انا ابدا مو راعيه سوالف ولا راعيه مشاكل ولا راعيه تفلسف زايد، ولا اللي انا نيتي خايسه، ولا اللي انا احب هذه الامور وتنعد على الاصابع المرات اللي فعلا لبست فيهم فرو الفرو الصجي هو. فاتمنى انكم تفهمون انا ايش قصدي، واتمنى من الناس اللي ودهم يوصلون نصيحه او ودهم يوصلون فكره معينه حق اي شخص، اذا يعني انت اذا مثلا اذا الشخص ما اقتنع فيك او اقتنع بكلامك تقدر تقنعه بطريقه حلوه توريد ثقفة. لكن أتمنى حتى الناس اللي مهتمة بحقوق الحيوان هم تهتم بحقوق الإنسان، إن شلون إحنا المفروض نتعامل مع بعض ونتفاهم مع بعض، لأن بالنهاية عندك فكرة تقدر توصلها بطريقة حلوة والإنسان يقتنع فيك غصبا عليه، لأن أسلوبك يكون راقي وحلو.